احب اكل وكل شيء، احب اطبخ، بعدين لما اطبخ اخلي كل حد ياكل ويشوفون انه اوه انا سويت هالشيء، بعدين انا اكل. وايد تاكل يعني وايد اكل وايد اكل. بعدين لما دخلت الجتسة سويت اسوي دايت واكل اكل صحي، مو انه كل شيء ابغاه بحصله في نفس الوقت، لازم انه اتعب عشان احصل الشيء اللي ابغاه. هي اتذكر اول نزال كنت اول يعني اول ما ادخل على طول اسحب قرض، فيعني تقول المس اذا سحبتوا قرض يعني انتم تفوزون، كنت اسحب قرض واخليه البنت وبعدين اقوم وانا الفايز. اهم بطولة عندي وورد برو، يعني هالبطولة واو الصراحة، لانها بطولة وايد كبيرة، يعني وايد ناس يجون من برا، وبعدين تقدرين تشوفين وايد نزالات حق ناس اثلتس في الجوجيتسو وعندهم هيستوري، فيكون ان انت تاخذين خبرة في نفس الوقت انت تلعبين وتفوزين فيها. إذا كان عندي وزن ولا جرامز أحرم نفسي، أحاول أن أركض وأنزل وزن وبعدين أرتاح زيادة، يعني أن ما أتم سهرانة لأن اليوم الثاني بلعب وأنا تعبانة، عشان أقوم الصبح نشيطة جداً. نسير كلنا نسولف نسوي gatherings ونلعب، وإذا مثلاً ما يعني صرنا بيت حد نسير مثلاً البحر، نسوي beach activities، نروح السينما، نروح المول، نسير ألعاب. الصراحة يعني لا يعني إن إذا خلص الناس وينا في نفس المكان ما نتكلم عن الجتسة، يدق لي تلفون. اكثر وحده تشجعني اشواق، دوم انها تقول لي ان سوي شيء لا تسوين شيء، لو سويتي شيء بتفوزين، وايد نصيحتها تنفعني لان لعبها وايد حلو ما شاء الله. الشيء اللي اشوفه عليها اقولها اشواق عادي تعلميني هالشيء، بعدين لما تعلمني انا اقدر احطه في اللعب مالي. أكثر دولة عجبتني كانت الأردن، وايد حلوة الجو هناك، يوم رحنا وايد حلو، رحنا عمان، رحنا بعدين هالجبال فوق شفنا الأردن شي من فوق، كان وايد حلو. كل يوم أقول حق الكابتن كابتن عادي نروح ناكل منسف، أنا كنت أسوي شي وأكل. هي لعبت نزالات بدون ما في حد يشجعني، لكن هو مو نفس انه لما يكون في حد قاعد يشجع، لان اذا انت كنتي بروحك وقاعده تسوين بوزيشن بعدين انت هني تقولين شو اسويني شو اسوي، اما اذا كان في حد موجود ويشجعك انت بتسوين الحركه بدون ما تفكرين حتى، فيعني احسن لما يكون في حد يشجع. ابوي دوم يكون موجود في المدرجات، وبعد ربيعاتي اللي من برا على الجتة يكونون موجودين، وبعدين اصيح لان ابوي موجود. اول شيء اهدي نفسي لان انا استاهل على التعب اللي سويته احصل هالفوز. I want to thank me for doing all this hard work. وبعدين طبعا اهلي درباتي، بعدين حق النادي. النادي بيقتلوني. شمس العامري، او ماي جاد. دوم تتاخر، فجاه همي شمس العامري وين؟ وين شمسة؟ دقوا حق شمسة الحين بي الحين بي، وتمر كم دقيقة وهي بعدها موية، وإذا كنا في التمرين تروح تاخذ أساي وبعدين تفكر التمرين. طبعا يعني هي دوم متأخرة يعني ما نقدر نغير هالشيء. شمسة الكتبي دوم متفائلة، يعني كل ما تدخل مثلا بطولة ولا إذا حين بتلعب تقول حتى لو أنا خسرت بس أنا سويت اللي علي، فعادي لا تزعلون إذا أنتوا سويتوا اللي عليكم، والمرة الجاية تجتهدوا أكثر وبتفوزون. في مرة كنت بخسر من واحدة
انا كنت قاعده اختنق لان هي كانت مسوته لي شوك. انا كنت يعني حاطتها في الهاف جارد وهي قاعده تخنقني وانا مش قاعده اتنفس، لكن انا مستحيل استسلم يعني. كان باقي يمكن دقيقه وكم ثانيه، ما اعرف شو استوى بس انا استويت فوق. المهم وبعدين خلاص فزت. واو ما فازت. دونت كول، كل خساره بعدين بعدها فوز. أكيد اشتقت حق الجيتسو، اشتقت لما أسوي فايت مع زميلاتي بعدين نكون نفس الانرجي وبعدين شي ان ناخذ اكسبيرينس من بعض. بعد كلنا هالفترة ندعي انه يروح هذا الوباء وترجع حياة الجيتسو طبيعتها ويكون في جمهور في المدرجات.